بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذا البرنامج، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله فضيلته. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة متفرقة من بعض الأخوات يقولن فيها، تقول إحداهن: أنا لي أولاد وهم بحاجة إلي، فهل الأجر فيهم في الجلوس عندهم أو في الذهاب للمسجد وأداء صلاة التراويح والقيام مع جماعة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فبقاء المرأة مع أولادها في البيت لتؤانسهم وتحفظهم من الأخطار ومن الضياع واجب عليها، وذهابها إلى المسجد مباح لها. فكونها تبقى في بيتها مع أولادها وتصلي ما تيسر لها في بيتها، هذا أفضل لها. نعم. أخرى تقول: لا أخشع إلا بمتابعة الإمام في المسجد في صلاة التراويح والقيام، فهل الأفضل أن أذهب للمسجد أم أصلي في البيت؟ الذهاب إلى المسجد للمرأة مباح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيباح لها الخروج إلى المسجد، ولكن صلاتها في البيت أفضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، فتصلي في بيتها. وأما الخشوع فإنها إذا اتقت ربها عز وجل وخافت منه فإنها ستخشع بإذن الله. نعم. أيضا هذه تقول في مطبخها: هل يصح لي أن أتذوق الطعام لمعرفة طعمه ولو دخل حلقي شيء منه بغير قصد، هل أفطر بذلك؟ يجوز ذوق الطعام في الفم ليعرف صلاحيته، ولكن يمج ما أدخل في فمه ولا يتركه يذهب إلى حلقه. فإن ذهب إلى حلقه شيء من غير قصد لم يضره ذلك. نعم. أيضا تقول: عند الطبخ يكون هناك روائح أشمها، فهل أفطر بذلك؟ لا، شم الروائح لا يحصل به إفطار، لأن الروائح ليست بشيء يتغذى به، ليست شيء يتغذى به ولا يدخل إلى الجوف شيء، وقل من يسلم من شم الأشياء. لكن لا ينبغي لها أن تتعمد شم الروائح الشهية، لا تتعمدها، وإذا أنها وصلت إليها من غير قصد لم يضرها ذلك. نعم. تقول أيضا: ربما استنشقت أبخرة الطعام لقربي من القدر دون قصد. لا يضر، ما كان بدون قصد فإنه لا يضر، لقوله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. تقول: هل يجوز لي تقطيع البصل وأنا صائمة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بتقطيع البصل واللحم والطبخ وذوق الطعام، لكن بدون ابتلاع. ذوق الطعام بدون ابتلاع شيء، وإنما يذوقه في فمه ويمجه، لا بأس بذلك كله. الصائمة تشتغل والصائم يعمل ولا يترك من أعماله شيئا. نعم. أيضا هذه تقول: أصنع طعام الإفطار وأزيد فيه وأرسل لبعض الفقراء والعمال وزوجي لا يعلم عن ذلك شيئا، فهل يجوز مني هذا التصرف؟ يستحسن ويحتاط بأن تستأذن من زوجها لأجل أن تحصل الطمأنينة، ويحصل الأجر للزوج أيضا بأن ينوي هذا الشيء ويسمح به، فيحصل الأجر للاثنين. نعم. هذه أيضا تقول: أيهما أفضل لي، انشغالي وقضاء وقت العصر كله في إعداد الإفطار للصائمين من أهل بيتي وضيوفه، فيفوتني أن أعمل بعض النوافل كقراءة القرآن والذكر، فهل لي أجر بهذا الإعداد؟
نعم أنت في عبادة، وهذا الإعداد عبادة. إذا كنت تعدين الإفطار للصائمين ولأهل بيتك فأنت على أجر، وهذا عبادة الحمد لله. نعم. أيضا هذه تقول: أقوم بإعداد الإفطار للصائمين في المسجد المجاور، فهل يكتب لي مثل أجرهم؟ مثل ما سبق في الجواب الذي قبل هذا، إن الذي يشتغل بتجهيز الإفطار للصائمين وتجهيز العشاء يدخل معهم في الأجر في ذلك، وعمله هذا يعتبر عبادة. نعم. ما رأيكم فضيلة الشيخ فيما تتكلفه بعض النساء من موائد متنوعة والتفنن في ذلك؟ ربما لا يأكل أهل البيت إلا بعضها، وصيتكم في هذا بارك الله؟ هذا من الإسراف، الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فصنعة الأطعمة الزائدة والمتنوعة الكثيرة هذا فيه إسراف وفيه تبذير، والأحسن الاعتدال. قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الأحسن الاعتدال في الأمور في النفقة بين الإسراف والتبذير، فلا يكون هناك بخل وشح ولا يكون هناك إسراف. هذا سؤال فضيلة الشيخ تقول فيه السائلة: إذا كانت تقطع بالسكين ثم جرحت إصبعها وسال الدم فهل تفطر بذلك؟ انجراح الصائم بالدم وخروج الدم، انجراح الصائم في جسمه وخروج الدم منه لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره. خروج الدم بالنزيف أو بالجراحة لا يؤثر، أو بالرعاف، كل هذا لا يؤثر على الصيام. إنما الذي يؤثر على الصيام لو احتجم أو سحب الدم الكثير للتبرع أو لإسعاف مريض، حينئذ يكون هذا يبطل الصيام. نعم. أيضا هذه تقول: نحن مجموعة من النساء في بيت واحد، وأحيانا أجتهد في إعداد الطعام للصائمين رغبة في التفوق على غيري، ولا يحضر ببالي نية إعداد الطعام للصائمين وأن لي مثل أجورهم، فهل أثاب على تعبي؟ هذا حسب النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا حسب النية، إذا نوت الأجر واحتسبت الأجر في عملها فإنها تؤجر، أما إذا نوت بذلك المفاخرة أو البروز على غيرها في فن الطبخ فليس لها أجر في ذلك، لأنها لم تنوي العبادة. نعم. أيضا هذه تقول: هل أثاب على الذكر والاستغفار الذي تعودت على اللهج به في أثناء عملي بالمطبخ وشؤون البيت، مع أني أتلفظ به دون استحضار للمعنى؟ وعلى كل حال كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت تتلفظ بالذكر مع نية فلها الأجر في ذلك، أما إذا كان يجري على لسانها من غير قصد فهذا لا يعتبر عبادة. نعم. ولو لم تستحضر المعنى إذا جرى بقصد فلها الأجر ولو لم تعرف معناه. نعم الحمد لله. نعم. هذه سائلة تقول: أختي لأمي، أو تقول أختي لأمي دائما إنها تريد أن تذهب وتصلي القيام وتقرأ القرآن الكريم في البيت، ولكن أمي ترفض وتعلل ذلك بأن أختي إذا ساعدتها، يعني ساعدت الأم في أمور المنزل، فإن لها أجرا كثيرا. الكلام الوالدة صحيح في هذا؟ نعم، كلام الوالدة في هذا صحيح. طاعة الوالدة وإعانتها أو خدمتها والعمل بدلها وإراحتها أكمل أفضل لها من أنها تذهب لتطلب العلم أو لتذاكر مع أخواتها أو لتقرأ القرآن، لأن طاعة الوالد واجبة والبر به واجب، فهو أفضل من بقية الأعمال التي هي دونه. نعم. أيضا هذه تقول: هل ينبغي لمن أدركه وقت الإفطار، أي وقت أذان المغرب وهو في مكان لا يجد ما يفطر عليه، أن ينوي الإفطار بقلبه، وهل ذلك يعني يحسب له من تعجيل الفطر؟ الإفطار يحصل بتناول أي شيء، إما بأكل من أي نوع من المأكولات المباحة أو بشرب الماء، فإذا لم يجد
شيئا لا ماء ولا مأكولا فإنه ينوي الإفطار، ينوي الإفطار بقلبه ويفطر بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، فإن لم يكن فعلى التمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. نعم. تقول أيضا حكم المضمضة والاستنشاق في رمضان عند الوضوء، وهل له تأثيره في الصيام لو دخل شيء من الاستنشاق في المضمضة والاستنشاق واجبان من في الوضوء، وهما من غسل الوجه، فلا بد منهما للصائم ولغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، فيتمضمض الصائم ويستنشق لكن لا يبالغ، لا يبالغ في ذلك خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. أيضا هذه تقول: أنا امرأة كبيرة، فإذا قرأت القرآن أتعب وينقطع عندي النفس، وبعد ذلك أحب أن أسمعه من الأشرطة، فهل أؤجر بذلك؟ نعم، التلاوة أكمل وأفضل، والاستماع أيضا طيب وفيه أجر. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة بعض أصحابه، الاستماع فيه أجر عظيم، ولكن التلاوة والمباشرة للقراءة أفضل. نعم. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.